عليكم. انا سميتي سميره خزاز، عندي 17 عام وانا في شعبه علوم فيزيائيه في مؤسسه اقراء في دار ودانت، وحصلت على اول نقطه على صعيد جهه سوسمسا اللي هي 19.55. الوغ ابري لوبتونسيون دو الباك بحال اي باشوليه ولا باشوليير كنت جوغ لي كونكور، وانا جو تروف ان بونشون دومين ديال الاركيتكتور حتى ميتين صراحه. دونك فريمون بغيت نكمل في هاد لي دومين باسكو زوينين، وبغيت نقول شكرا بزاف لمي بارون اون برومي ليو باسكو هما اللي عاونوني، هما اللي ساندوني في هاد السنه اللي ما سهلاش، وقفوا معايا وما داروش عليا داك الضغط وخلوني ندوز باريحيه الباك. اي اوسي الاساتذه ديالي في مؤسسه اقراء باسكو فريمون هما حتى هما عطوني واحد الدعم وعطوني ديك الثقه في النفس باش نمشي ندوز مزيان. بالنسبه للتلميذه سميرة خزاز، هي تلميذه متميزه من حيث الاخلاق ومن حيث يعني الجديه في العمل ديالها، وصراحه يعني لم تكن يعني مفاجاه بالنسبه لنا ان تحصل هذه التلميذه على هذه الرتبه، لان الحمد لله 3 سنوات وهي تدرس عندنا من الجدع مشترك اللي بصمت فيه على الرتبة الأولى، ثم السنة أولى بكالوريا علوم رياضية اللي بصمت فيها أيضا على الرتبة الأولى في اسمه، وأيضا حتى في الجهوي استطعت أنها تحصل على تقريبا 18.90 إذا لم تخني الذاكرة في المعدل الجهوي. وكيف ما قلت لكم يعني هذا بالنسبة لنا كان يعني متوقع، لان الحمد لله المؤسسه كيف ما قلت لهم ماشي هذه المره الاولى اللي كتحصل فيها على الرتبه الاولى جهويا، بل الحمد لله يعني كانت الرتبه الاولى في 2019 ثم ثلاثه رتب اقليمي على المستوى الاقليمي، والحمد لله يعني هذا ماشي شي حاجه جديده على المؤسسه، بل هي يعني ولات سنه الحمد لله اللي كل عام كتحقق فيها نتائج جيده على المستويات الاشهاديه.